يعني بتكلمنا عن دورك هو هنا عبد اللطيف المخرج والمؤلف محمود الصنطي عرضوا عليه فكرة المسلسل. خدت الفكرة العامة اللي قريتها عجبتني استهوتني الفكرة جدا، بس قلنا لازم نقعد عليه في السيناريو خالص شوية ونضم الفرقة بتاعتنا دكتور المسلسل الأزالي في السيناريو وحوار، وقلنا يلا بينا نعمل عمل حلو إن شاء الله. فهو بالنسبة لي أنا هي شخصية أدهم، شخصية شاب مصري أصيل صميم خريج كلية كبيرة، بس للأسف كما هو بيحصل كتير في مجتمعنا ما بيشتغلش بشكل دوري. سيد الشوالي اتنين؟ فما اعرفش هي بص هي كده ما فابتدى يشتغل في عدة يمتهن عدة مهن دليفري ومندوب مبيعات وكذا كذا منها لحد ما اتعرض لكميل وبن بصالح الدولة المعادلة. مش عايز احرق الخط عشان احنا ان شاء الله هنودي وشايف حتة وهنجيبه في حتة تانية كمان شوية في الحلقات لان لو اتقال خلاص هنتفرج على سسبنس كويس ان شاء الله يبقى سسبنس حلو قوي. هنشوف مين المتوافق مع الشخصية ومين اللي هيكره الشخصية ومين اللي هيحبها في الاخر ومين اللي هينتقدها في الاخر. هنعرف الكلام ده وهنتعمل المسلسل طبعا الواقع الحياة الاجتماعية ده المحب جدا مدرسة الواقع اي عمل تقدمه حتى طبعا ونيس كان واقعي مسلسل احنا الطلبه وانا شاركت في القصه وسلسله مسلسل واقعي مسلسل امراه وعاده مع فنان القدير الشهير محمود قبيل. فانا حابب ده ان شاء الله يبقى واقعي جدا لامس ارض الواقع ويتخلل قصه رومانسيه حياه اجتماعيه لطيفه الامور اللي بتحصل في مصر والوطن العربي اللي حوالينا بوجه عام. بس انا حبيت اركز على حاجه في السيناريو بإذن الله تفضل طول عمرها محمية بإرادة ربها ضد أي حد عايز يحرف فيها أو يتكلم عنها أو يوقعها منها مع دول تانية وعايز يجرجرها لخروج أخرى عشان تتفتت زي الدول العربية اللي حواليها. بإذن الله مش هيحصل. ليه مش هيحصل؟ أولا ربنا رايدها، ثانيا في عقلية جميلة سيدة البلد ومعاه مجموعة من الناس على قدر المسؤولية مؤسسات الدولة، وده اللي انا ما شفتوش في مسلسلات كتير للاسف. هي مش صعبة لغاية دلوقتي ما شفتش قد ايه لازم احنا نشيد بمؤسسات الدولة اللي هي حامد حمى البلد حامد حمى مصر اللي هي من قوات مسلحة لمخابرات عامة لأمن قومي لشرطة. هم دول أربع خمس مؤسسات اللي شايلين البلد هيفضلوا إن شاء الله شايلين البلد واللي شالوها من حفرة كانت هتقع فيها الله أعلم كان ممكن يطلع منها ولا حاجة. فاحنا دورنا أنا شايف إن ده من دور الشخصي اللي احنا لازم نبحث هذه المؤسسات نبحث دورها عشان أي أفواه إلى الآن وألسنة تقطع.